مستحيل داخل الكويت لا غير الفنيل الخضراء ما خلص لها انا. هذه طبعا حرفه والتصريح هذا بالعكس انا ما عمل غلط على الجمهور العربي. اديت يعني مع نادي العربي بكل اخلاص. في لاعبين صراحه يعني حرام تقول عنه هذا محترف يعني. معنا العروض في عروض الحمد لله من الكويت ومن الامارات. يعني مخليني كواحد منهم يعني في القاهره كواحد من اولادهم هناك. ازاي العماني هذا تلبسه في الكويت ولا بس في عمان؟ لا احيانا حظ المناسبات. واخواني في نادي النصر صراحه ما قصروا عندي اي شيء. اللاعب ممكن 10 مباريات زين او مباراتين مو زين لازم يمشوها خلاص. الكويت قدم عرض قبل العربي للامانه. بس ليش يعني هديت الكويت؟ لا والله شوف ما اتفقنا على السعر. انا لعبان مع نادي اللي هو رباني نادي كرامي ضد نادي الكويت وقدر سجل جول على نادي كرامي وفي حمص يعني في مدينتي. كم سنه ممكن تمسك تصير كابتن بنادي العرب؟ ان شاء الله يا رب. انا قالوا لي ان المعلومه اللي وصلتني ان انت ولا مره بعد. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قول ما شاء الله يا معود توهقنا باكر. من اكثر تحت الجمهور القادسي ولا اكيد جمهور القادسي اكبر بكثير يعني في ما في مقارنه. جمهور الكويتي جمهور دواق، جمهور يحب اللاعب الكويس. قبل فتره كنت متين انا وكنت قلب دفاع يعني. نفس المشبوس عندنا. نفس المشبوس والله. مشبوس مشبوس مشبوس. الشباب هني ذهبوا لك الشاورما. عرفت الكويت الحين سنتين مكمل اكيد بعرف الكويت كل شيء فيه. صوري في مانشستر. احتفظ بهم لليوم يعني. لما كنت بعمان كنت والله احب القادسيه. ادينا ايضا نادي القادسيه ما هو يرضي الله عز وجل. يلا سوي كذي سوي كذي سوي كذي ايوه.